وفي اليوم السابع ايضا هنقرا حوار مع الملازم اول ابتسامات اللواء محمد نجيب، منحني حقيبه سريه وامرني ان احتفظ بها قبل ثوره يوليو بيوم واحد. هتحكي الملازم اول ابتسامات اول ضابطه بالجيش المصري تفاصيل وحكاياتها واللي يمكن فتحت قلبها وخزائن اسرارها للجريده، وحكت عن ذكرياتها عن ثوره 23 يونيو وقالت ان اللواء محمد نجيب كان صديق مقرب لعائلتها، وقبل الثوره بيوم واحد ذهب لمنزلها في الثانيه صباحا وأعطاها حقيبة طلب منها الاحتفاظ بها ولا تخبر أحد عن أمر هذه الحقيبة. عندما أصرت على معرفة ما بالحقيبة أخبرها بأنها أوراق خاصة بانتخابات نادي الضباط، ولكن بعدها بيوم واحد قامت الثورة ضد الملك فاروق، وقالت أنها تعتقد أن الحقيبة كانت تحتوي على أوراق خاصة بخطط الثورة. أما عن قصة اختيارها كأول ضابط في الجيش المصري قالت أنه رغم كان في 75 فتاة وسيدة من المتطوعات لكن الاختيار كان بالترتيب الأبجدي، عشان كده كان اسمها أول اسم في كشف الأسماء. أما عن ذكرياتها عن شكل الشوارع أيام الملك ووصفتها هي بأن كل الشوارع كانت واسعة، كانت نظيفة، الأشجار كانت موجودة في كل مكان.